هذه كرة ملعوبة لمصلحة ريال مدريد، لكن بين أحضان كاريوس ليفربول عند هدف لريال مدريد، البنز وغلط كبير من كاريوس. هذه بحواري ما أغلطها يا كاريوس، هذه بحواري. ولك وجه تسولف بعد، شيل الكاميرا عني لا أذبحها، هذا شيل عني لا أذبحها يا مخرج، ذبحني. هذه كرة لمصلحة جارث بيل، هل يسجل جارث بيل والتسديدة والله ما هذا؟ ليش ما تصدها يا كاريوس؟ هذه غلط أول مرة، تغلط مرة ثانية ليش؟ بالله هذه ما تقدر تمسكها، شو هالتوتر هذا؟ ليش علمني، حاد هون على قفازك أنت، متوتر فيك شيء، مرتفع حرارتك يا رجل، والله حارس حديقة ما حطك. هذه أنا أصدها يا رجال، ما أحلف بس أنا أصدها والله، يعني إن شاء الله بس أنا أصدها يعني. ليش شوف هذه، شوف ما أسهلها بس.